Despite all the conflicts that has been going on through all these years, wars, assassinations, political instability, the marathon kept on going. We've been running for peace, and we will continue running for peace in the Middle East. Thank you. Thank you very much. مصر في لبنان عم يهدف من خلال خطة لتحفيز التسليف بزيادة الطلب الداخلي لتأمين نمو بالاقتصاد اللبناني خلال العام 2013. لبنان وطن النجوم والأبجدية والرسالة الحضارية، ظنوا فيه الهوان، لكنه وطن لن يموت، فهو مثل طائر الفينيق الذي ينبعث من رماده بعد كل حادث جلل. لبنان قوته كانت وستبقى في إرادة أبنائه، كل أبنائه، وسر ديمومته من خلال مؤسساته التي تحفظ حاضره ومستقبله وتصون ثروته. وها هي مؤسسة مصر في لبنان، مصدر الثقة وباعث الأمان في القلوب ومفخرة النفوس وشبكة الأمان للدورة الاقتصادية. وها هي جمعية بيروت ماراثون، تضع لبنان على الخارطة الدولية وتصنع حدثا يليق بأهله وناسه الذين تصل طموحاتهم حدود السماء. ومن القلق إلى الأمان، ومن الهاجس إلى الثقة، ومن التردد إلى الإقدام، هكذا تحول اليأس إلى قيامة حقيقية، وأصبحت بيروت العاصمة درة الشرق ولؤلؤة الغرب. أولاً لأنها تملك قطاعاً مصرفياً رائداً بحكمة وإدارة حاكم مصرف لبنان، وثانياً بفعل الحدث الماراثوني الذي تحول رصيداً من الثقة بلبنان رغم كل التحديات بهمة من حلمت يوماً وقد حققت الحلم. إنها المصادفة أن يكون بين مصرف لبنان وجمعية بيروت ماراثون أوجه شبه مشتركة ولو اختلفت النسب المئوية، فمصرف لبنان علامة فارقة في منظومة القطاع المصرفي، حيث يملك احتياطيا كبيرا من الذهب والعملات الصعبة. وجمعية بيروت ماراثون هي ايضا علامة فارقة في منظومة الجمعيات الرياضية، وتملك احتياطيا كبيرا من الثقة بها وبأرقامها القياسية في عدد المشاركين في سباقاتها الماراثونية، حيث يقارب تعدادهم الإجمالي لتاريخ اليوم أكثر من 200 ألف مشترك ومشتركة من أكثر من 120 دولة عربية وأجنبية. مصرف لبنان هو من يساهم في رسم السياسات المالية العامة للدولة، ويشكل خط الدفاع الأول عند النقد الوطني. وجمعية بيروت ماراثون هي من يعزز مفهوم الحدث الرياضي ببعده الوطني، وتعمم ثقافة الركض على طول مساحة الوطن. مصرف لبنان في جوهر دوره الوطني دعم ورعاية جمعيات ذات أهداف وطنية واجتماعية وخيرية في إطار استنهاض المجتمع المدني. وجمعية بيروت ماراثون ترتبط بشراكة مع جمعيات خيرية وتوفر لها فرص جمع إيرادات مالية لتغطية نفقات تنفيذ برامجها. مصرف لبنان هو الداعم وعنوان الثقة للقطاع الاقتصادي بكل مفرداته، وصمام الأمان لثبات واستقرار الأسواق على اختلافها. وجمعية بيروت ماراثون عامل تحفيز للقطاع الاقتصادي بكل مكوناته، وخصوصا القطاع السياحي، من خلال الحركة الشرائية للوافدين من الخارج.
وأخيراً وليس آخراً، مصرف لبنان بشخص الحاكم رياض سلامي نال أكثر من جائزة تقديرية من هيئات ومؤسسات عالمية لحسن سياسته المالية، وجمعية بيروت ماراثون بشخص رئيستها مي الخليل نالت عدة جوائز تقديرية من أرفع الشخصيات والمؤسسات والأكاديميات الرياضية لدورها في صناعة حدث رياضي له أبعاده المختلفة. إنه قدر لبنان، إنه قدر اللبنانيين، وهكذا تستوي المعادلة وفق مقولة من كان كمثلنا فليأتي إلينا. وفعلا ها هي جمعية بيروت ماراثون تأتي إلى مصر في لبنان اليوم لتكون شراكة مثالية ورعاية حصرية للحدث الماراثوني، لتصبح تسميته المباركة والميمونة سباق مصر في لبنان بيروت ماراثون الدولي. ومن خلال هذه الرعاية سوف تتحد إرادتين وتلتقيان حول مهمة واحدة ورؤية واحدة في أن يكون لبنان سيد الأوطان. يوم الأحد 10 تشرين الثاني 2013، هذه المرة ستكون فيها صورة بيروت ناصعة أكثر، وصوتها شجيا أكثر، وكلمتها صداها أكثر. فليركض الوطن في هذا اليوم ويحلق أبناؤه والوافدون إليه من كل أقطار الدنيا بجناحي مصر في لبنان وجمعية بيروت ماراثون.